على بالي كل واحد فيكم راه يعاني من هضرة سمعها على روحه، مرات كلامي خاص ذاتكم ومرات كلام على الشكل نتاعكم وبزاف كلام على تفاصيلكم، والكلام طالع والهابط على شرفكم بالك وأخلاقكم وأولوياتكم. تسمعوا بزاف هضرة تقيس قلوبكم، مرات على شكلكم الخارجي ومظهركم طويل قصير سمي نرقيق وغيرها من الكلمات اللي بلا طعم وبلا ذوق. احنا حبيت نقول كاش مرة جعت وبسبب كلام غيرك كليت، اكيد لا. كاش مرة ما كنتش عندك حاجة تلبسها وبسبب كلامهم لقيت واش تلبس، اكيد لا. كاش مرة نجحت وكلامهم فشلك، اكيد لا. بصح كاينه حاجة واحدة، كلام الناس يخليك اذا فشلت تنجح، يعني لما يحكوا على الفشل تاعك لازم تستغل حديثهم كدافع وتحفيز للنجاح، والله هذا واش تقدر تستفاد من كلامهم، اما غير هكا ارمي عليك. صدقني اللي هضر عليك ما قدرش يوصلك او يواجهك اما عطاك فرصة باش تقدم افضل ما عندك. كلام الناس اشبه بالتراب، اذا لم يطر بالهواء فهو يداس بالاقدام، عش عفويتك في الألسنة لن تصمت. انظروا إلى من حولكم بمنظورين، من العقل سوف ترون الحقيقة وبقلوبكم سوف ترفضون تصديقها، ومن هنا سوف تخوضون أشرس المعارك وهي الحسم، وذلك قراركم. إن أظلمت الدنيا ضاقت بكم وشعرتم بالقهر واليأس والخذلان، قفوا بقوة، تقدموا ولا تهبوا، وتذكروا قد ينظر الناس إلى ماضيكم ولن يروا انتصارات مدهشة، لكنهم حتما سيدهشون بهزائم خرجتم منها أحياء. وإياك أن تقلل من عنفوان، سوف يهاجمونك فيسخرون منك، سوف يضيقون عليك وقد يتركونك وحيدا، ولكن لن يكسروا هذا العنفوان إلا إذا استسلمت أنت قبلهم.